هساعدكم شوية في خطوات تنفيذ النشاط، وهقول لكم كيف يكون التحضير. وانت بتحضر للدرس هتفكر بالطريقة اللي احنا هنتكلم فيها دحين. هنوزع الطلاب حسب الاحتياجات التعليمية، حسب درسك، درس رياضيات، علوم، عربي، دين، على حسب. هنوزع على حسب الاحتياجات التعليمية وأساليب التعلم، أو على حسب المستويات. ده قبل ما نبدأ في أي تحضير، هتخيل مجموعاتي، هوزعها، هجهزها. تاني شيء هنحدد الأهداف كتابياً وذهنياً، طبعاً من استخدام أسلوب التعلم التعاوني. أنا ليه هستخدم أسلوب التعلم التعاوني؟ نبغى الأهداف كتابية وذهنية. هنوفر كل الوسائل التعليمية المطلوبة والأنشطة المساعدة للنشاط التعليمي. هوزع الأدوار بين الطلاب في كل مجموعة، أو ممكن أترك توزيع الأدوار للطلاب نفسهم. بلاش أنا أحدد أنت الرئيس، أنت الباحث، أنت المقرر. ممكن هو ما عنده الرغبة أن يكون رئيس، عنده ميول أنه هو يكون الباحث أو هو المقرر. فنترك الشيء ده للطلاب نفسهم، هم يقرروا بينهم من بعض، بس بيحددوا لنا. المعلم لازم يكون عارف أن الرئيس حاطط البادج حق الرئيس وعارف إيش دوره. هنشرح طبعا مفهوم الدور للطلاب زي ما اتفقنا، وهنحدد الوقت العام والوقت المخصص لكل هدف أو مسألة أو نشاط. هنبدأ نتابع عمل المجموعات ومدى تعاون كل أفراد المجموعة مع بعض. هنشجع الطلاب في كل مجموعة على حل المشكلة اللي هيواجهوها. هنستمع بعد كده لعمل كل مجموعة وبطرح الأسئلة العشوائية. نبدأ طرح أسئلة عشوائية على أحد أفراد المجموعة ونبدأ نتلقى الإجابات. طبعاً لازم يكون في شكر وتحفيز ومكافآت لكل مجهود المجموعات. بعد كده هنبدأ نناقش أجوبة الطلاب ونصوبها، لا نترك أي سؤال بدون تصويب. هنلخص الدرس، هنطلب من كل الطلاب بعد كده يلخصوا الدرس. مو أنا كمعلم اللي هلخص الدرس، الطالب اللي هيلخص الدرس، تمام؟ ليه؟ ده عن طريق التلخيص احنا هنقدر نقيم العمل التعاوني وهنقيم أهدافنا. ملحوظة مهمة جدا هنقولها وكل مرة هنقولها، انه من المهم جدا عدم الانشغال عن الطلاب بأي أعمال أخرى حتى لو كانت تخص الدرس. انت معلم جاهز، حضر درسك، داخل الصف جاهز تماما. لا ينبغي أبدا ولا من المفترض إطلاقا أن يكون عندك أي شغل تاني غير التركيز مع الطلاب، لأنه زي ما بدأنا في أول الكلام، اللي هيبدأ خطأ هيستمر خطأ، تمام؟ طيب خلصنا مجموعاتنا وخلصنا درسنا وشفت التلخيص وكل شيء، كيف نقيم العمل التعاوني؟ أوكي. الأسئلة اللي هتجي على ذهن كل معلم، هل أقيم الطالب منفرد أو أقيمه كزملاء في مجموعة؟ يعني أقيم عمل جماعي ولا أقيم عمل فردي؟ أقيم مدى إتقانهم للمهارات المطلوبة منهم ولا مدى التزامهم بتعلم التعاوني؟ كيف هقيم عمل مجموعات؟ كيف هقيم عمل تعاوني؟ هذا مو فردي، الطالب مو جالس قدامي وأنا بسأله ويجاوبني، لا، ما في هنا لا حفظ ولا تسميع. طيب كيف حيكون؟ هنقول من المفترض على كل معلم أنه يقيم العمل التعاوني على 4 محاور. المحور الأول هو نجاح الطالب منفرد من خلال الأسئلة الشفهية اللي أعدها المعلم عن الدرس مسبقاً، هو طبعاً مجهزها ومحددها على شكل اختبارات قصيرة، اختبار قصير جداً، ممكن يكون 3 أسئلة أو سؤالين أو على حسب الدرس أو حسب صعوبة الدرس أو سهولته، بيكون شيء بسيط جداً بيتوزع على الطلاب بعد انتهاء الدرس في آخر المجموعة على أساس أنه تقييم. المعيار الثاني أو المحور الثاني لتقييم التعلم التعاوني نجاح المجموعة نفسها من خلال تعاونهم، وهم بيقيموا بعض زي ما قلنا أنه في معزز في المجموعة بيقيم العمل التعاوني، بيقيم العمل الجماعي وفي إنجاز المهمة المطلوبة منهم. المحور الثالث نجاح كل مجموعة في إتقان المهارات المطلوبة منهم، هذا المحور الثالث. المحور الأخير نجاح المجموعة في الالتزام بسلوك التعلم التعاوني، ومن هنا بتيجي الإدارة الصفية، لأنه في إحنا أحيانا نشوف مجموعات بيتكلموا في مواضيع تانية تماما، خارجة تماما
عن الدرس او عن النشاط اللي مسؤولين به. ليه؟ ما في معيار للتقييم. الطالب لو عرف وكل مجموعة لو عرفت المحاور اللي هتتقيم عليها وعرفت انه من ضمنها الالتزام بسلوك التعلم التعاوني، خلاص هم طبيعي لازم هيلتزموا عشان ياخدوا الدرجة، عشان ياخدوا الممتاز او جيد جدا، هم بيستنوها طبعا. فهي دي الاربع محاور هنعيدها مرة تانية: نجاح الطالب منفرد، نجاح المجموعة، نجاح المهارات، اتقان المهارات، والسلوك الالتزام بالسلوك التعاوني. طيب ما هي أفضل الأساليب لإدارة المجموعات؟ من خلال الخبرات، من خلال الدورات، من خلال الملاحظات الصفية، توصلنا إنه طبعاً هذا مو إلزام، إحنا بنعرض فقط أفضل الأساليب، وطبعاً على كل معلم اختيار الطريقة اللي تناسبه. فعندنا من أفضل الأساليب أسلوب الترقيم. أسلوب الترقيم أنه يتعامل المعلم مع الطالب من خلال أرقام بدون أسماء، خلاص بتحقق أهداف مهمة جدا. إيه أهدافها؟ عشوائية خروج الطالب المتحدث، عشوائية. أنت أصلا كمعلم أنت ما تعرف مين الطالب اللي هيطلع، لأنه هو بيختار الرقم أنت ما تعرف. تاني شيء، حرص الطلبة المتفوقين في المجموعة على إفهام زملائهم الضعاف. ليه؟ اللي هيطلع بأي رقم ده هيتكلم باسم المجموعة، ف يعني هو مراية المجموعة، هو صورة المجموعة، فهيحرص الطالب المتفوق جدا في المجموعة انه ما يحتفظ بالمعلومات لنفسه او انه هو اللي هيطلع يتكلم دايما، لا خلاص هو هيحرص على انه المجموعة كلها لازم تكون فاهمة. ليه؟ لانه المعلم هيقول رقم واحد من كل مجموعة يقوم يتكلم. طيب افرض رقم واحد ده هو اضعف طالب، مو اشطر، طب ما هو الطالب المتفوق. في الحاله دي لازم الكل يكون متعاون، لازم الكل يكون فاهم. فهنا يكون الهدف الاساسي من التعلم التعاوني، وهو ان الكل لازم يكون متعاون في الوصول او النجاح الهدف نفسه وتحقيقه. التفصيل لاداره المجموعات بالترقيم كالتالي: عندنا 10 خطوات. يوزع أولها رقم واحد، هيوزع المعلم طلابه في مجموعات غير متجانسة. رقم اثنين، هيحدد دور كل طالب في المجموعة. ثلاثة، هيعطي كل طالب رقم. هيحدد الهدف المراد تحقيقه ويوضح مهمة كل مجموعة والوقت المحدد للإنجاز. هيطلب من كل مجموعة البدء في النشاط. هيتابع عدم عمل المجموعات ويقدم التوجيهات طول الوقت. يراقب في أثناء تجوله على المجموعات ويقدم توجيهات أيضا ويتجول. هيعلن عن انتهاء الوقت، وفي هنا لازم يكون عندنا توقيت، لازم يلتزم كل طالب بالتوقيت ويكون عارف التوقيت بالضبط ويكون معلن عنه في الصف على السبورة مثلا. هيطلب بعد كده من كل مجموعة عرض إجاباتها. إزاي؟ هيختار الطالب، المعلم هيختار الطالب بسرعة عشوائية بالرقم، بعدين هيبدأ يعرضه ويتم الاتفاق على إجابة مثالية. خلاص عرضت المجموعات كلها الإجابات، هنعمل زي تصويت، إيه الإجابة المثالية للنشاط؟ من خلال الإجابة المثالية كده إحنا حققنا الهدف من التعلم التعاوني. طيب معلمين هيسألوا، طيب في سلبيات للتعلم التعاوني؟ نعم في سلبيات للتعلم التعاوني، بس السلبيات دي أظن من خلال مناقشتنا دي انتوا اللي هتجاوبوا او انتوا اللي هتعرفوا كيف نتلافاها او كيف نعالجها. من اول السلبيات، تقديم طالب مثلا معلومات خاطئه لزميله. لم يكن ليه؟ المعلم لم يكن متابع لعمل المجموع. دي اول شيء، في معلومات خطا انقالت. ليه؟ المعلم ما كان متابع. طيب السلبيه الثانيه مثلا، تعالي بعض الطلاب المتفوقين على زملائهم. ليه؟ ما وزعنا الأدوار صح، ما حددنا الطريقة اللي هي طريقة مثلا الترقيم. خلاص هنا ما في لا متفوق ولا ضعيف، أي أحد هيقوم هيجاوب نيابة عن المجموعة كلها، انتهى الموضوع، ما في تعالي، يبقى احنا عالجناه. طيب شعور بعض الطلاب بالضعف أمام زملائهم، دايما حاسس ان هو مو قدهم، مو قادر يوصل لمستواهم. ليه؟
علشان كل مرة المجموعة دوره هو نفس الدور. طب فين دور المعلم؟ دور المعلم هنا انه يغير الادوار. ما ينفع انه كل مرة الرئيس هو نفسه الرئيس، الباحث هو نفسه الباحث، ما ينفع. لازم يغير الادوار عشان نتلافى شعور بعض الطلاب بالضعف، انه هو طول عمره خلاص هيفضل هو دوره الكاتب. لا، لازم هو يتغير، لازم يصير مرة رئيس، مرة هو المقرر، مرة هو الباحث، مرة هو المعزز، وبكده هنعالج السلبية. قد يتحول النقاش إلى فوضى. فجأة تلقى الكلاس ده عبارة عن ساحة فسحة. أيه ليه؟ تكلمنا عن الموضوع ده لما نتذكر فين دور المعلم، فين دوره هنا؟ لو أعطى معايير التقييم وعلم الطلاب إنه في معايير للتقييم موجودة عندهم على الطاولة قدامهم وهيتقيموا عليها، ما حتصير في فوضى. أنا عندي توقيت لازم أخلص فيه النشاط، أنا عندي سلوك التزام بالسلوك التعاوني، أنا عندي أدوار لازم أوزعها، أنا عندي بحث لازم كل شيء له معيار، وكل معيار هيتقيم عليه. هنا هضبط الفصل، ما هتكون في إدارة صفية تلقائية من الطلاب نفسهم. طيب هدر الوقت، ممكن تبص في الساعة تلاقي 45 دقيقة حقت الحصة خلصت. ليه؟ الأستاذ أو المعلم ما ضبط وقته في التحضير للدرس. أنت لو ضبطت الوقت في تحضيرك نفسه خلاص ما هدر الوقت. لكن أنت عشان تاخد في توزيع المجموعة 10 دقائق، توزيع المجموعة ما ياخد أكثر من دقيقتين لو أنت مجهزه صح، لو أنت راسم الخطوة صح، ما ياخد أكثر من دقيقتين. فهنا لازم المعلم هو بيحضر درسه يضبط وقته، هو نفسه يحط قدامه توقيت للحصة 45 دقيقة من أول توزيع المجموعة إلى التقييم النهائي. طيب قد يستبد بعض الطلاب، كلمة يستبد شديدة صح؟ شديدة. قد يستبد بعض الطلاب بالعمل عن زملائهم. أنا اللي هقول، أنا اللي هعمل، أنا اللي ليه؟ برضو نرجع لنفس الفكرة، وهي إنه هو واخد نفس الدور كل مرة. لا، لازم نغير. أو إنه هو في نفس المجموعة كل مرة. لا، لازم المجموعة تتغير، لازم يغير زملائه. ما أترك له الفرصة للطالب إنه هو يصير الآمر الحاكم الناهي في المجموعة. لا، لازم أغيره من مكانه عشان يحس إنه هو لا، في كل مرة هو مجموعة مختلفة، فما حيصير فيه الاستبداد اللي احنا بنتكلم عنه. طيب في عندنا طريقة سلبية مهمة جدا، اللي هي آخر شيء، اللي هي عدم تقبل بعض الطلاب لهذا الأسلوب أصلا، أسلوب التعلم التعاوني. في طلاب كثير جدا يحبوا العمل المنفرد، ونشوفهم في الكلاسز كثير في الصفوف، جالس آخر واحد، مش يشتغل مع نفسه، ولا يحب يجلس جنب أحد، ولا يتكلم مع أحد، ولا يشارك أحد. وما هو ضعيف، هو طالب شاطر، طالب ممتاز أو طالب متوسط، بس هو كده ما يحب يشتغل مع أحد. النقطة دي لازم هنحطها اليوم على الموقع وحنناقشها كلنا مع بعض، وحستنى ردودكم عليها.